يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وأيضا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. كما تقل الرؤية بسبب الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف متر واتجاه رياح جنوبية غربية. البحر الأحمر أيضا خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه رياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء الأربعاء. وعن القاهرة والتوقعات القادمة للثلاثة أيام القادمة في محافظات مختلفة من القاهرة، القاهرة تحديدا يوم الثلاثاء 12-22، الأربعاء 10-21، والخميس 11-18. ننتقل لشرم الشيخ، الثلاثاء 15-24، والأربعاء الصغرى 15-24، الخميس 14-23. وفيما يلي مشاهدينا بيان بأبرز أيضا الأقصر، سوف تكون الثلاثاء 9-27، الأربعاء 10-26، والخميس 9-24. أما بقية المحافظات بشكل مفصل فالقاهرة غدا سوف تكون 12-22، الإسكندرية 12-21، دمياط 11-20، وبورسعيد 12-20، العريش 10-21، رفح 9-20، الإسماعيلية 10-23، السويس 11-22، مطروح 11-22، وادي النطرون 11-22، المنصورة 10-21، طنطا 12-22، دمنهور 12-21، سانت كاترين 24، الغردقة 14-25، وشرم الشيخ 15-24، الفيوم 9-24، والمنيا 7-23، أسيوط 7-24، سوهاج 8-25، قنا 9-26، الأقصر 9-27، الوادي الجديد 6-26، وأسوان 10-28، حلايب 13-24، وشلاتين 12-26، أبو رماد 13-25، ورأس حدربة 14-25.